الخير والمحبة ورمضان كريم عليكم أينما كنتم حبايب الغالين، ربي يحفظكم ويديم النعم عليكم أينما كنتم. طبعا حبيت أنوه عن موضوع أخذ أكثر من حجمه، أكثر من حجمه بهواية، يعني غريب، ما أعرف، يمكن لأن أنا مو عراقي، ما أعرف، يعني تشوف البيجات دي يتناولونه بصورة والله العظيم، يعني لو غير مسوي أزود مني ممكن ما يتناولونه هالشكل. تمنيت الناس اللي هاجمتني لأن ظهر عند سلاح، كان اتذكروا مثلا الدكتور اللي انقتل بأيام المالكي وقال أنا ولي الدم ولحد الآن كل شي ماكو، أو مدرب كربلاء اللي انقتل وراح دمه هدر، هاي انقتل بسلاح لو انقتل بشنو. عموما أنا رجل فنان، المقهور بالموضوع أنه ناس ضايجة شلون فنان يشيل سلاح. لا حبايب، بعد إذنكم أفهموا أنه الفنان ابن ناس وابن شارع ومتربي العراق على رجوله، إن كان فنان أو غير فنان. فإحنا حالنا حالكم، ممكن أن نشيل سلاح، إحنا معرضين لكل شيء، البلد معرض لأي شيء يسبب بلبلة. هاي وحدة. صلب الموضوع، الموضوع أخذ أكثر من حجمه مثل ما قلت لكم، لأن أكو ناس دا تتربع على كرسي السوشيال ميديا، ما يستحقون هذا الشيء، لكن تعرفون الدعم والبث عفوا والترويج بالمادة، يعني مثل يعني أنا بدون أسباب والبشير شوز وغيره وهاي الأشياء يتناولون بغلط وكذا، شلون هسه هم اللي يقولهم لازم. فبدقائق بثواني اتمنى ما اطول عليكم واوضحكم الموضوع شنو صار. اللي صار صح، اني ظهر بايد سلاح اثناء الكاميرا الخفيه. اني كنت على يقين، لان اني سالتهم انه الكاميرات طافيه، تخيلوا، وكلكم كل اللي شتموني اني مسامحهم، لكن قبل لا اسامحهم خلي يكونون مكان. أنا حسب علمي أنه الكاميرات طافية، فشخص تهجم وغلط. الشخص الآن صديقي جدا، لأن هو فنان بارع، وأحييه وصلنا لهاي المرحلة من النيرفز. يعني ظل يتجاوز وبيده، يعني ترى السكين هم سلاح، مو بس المسدس سلاح، ويسمعني كلام انتم ما سمعتوا. وباثناء الكذا واحد من يعني من الكادر، ما ادري كانت مقصوده او غير مقصوده، اشتبك وياه. فانا حسيت يعني الموضوع خرج من موضوع برنامج، لان خفت على الشخص اللي راد ياخذ من السكين. فأنا يعني ظهر بيدي السلاح مو لأن حتى أضربه مثل ما تروج البيجات، حتى أخوفه وأخذ السكين من إيده، لا أكثر ولا أقل. وشفته العام أو العام ببرنامج كاظم مدلل، هم صرت بنفس الموقف، وهم كانت سكينة وما كان عند سلاح، أو كنت بالمناسبة شايل سلاح لكن ما استخدمته، يعني وبقوة جدا أخذت منه السكين، والسكين كانت كلش خطرة. ورا الحلقة اتفقت وياهم، سألون نبث، قلت لهم بثوا بشريطة تقطعون اللي صار، لأن اللي صار هواي، بس هو يظهر يعني هو ثواني بس، بالتي في يظهر أكثر من ثواني. فقلت لهم يا ريت أنه تمسحون هذا الشيء اللي صار حتى لا نتعرض إلى نقد. الظاهر هم مفتهمين غلط، مراحين هواي مشاهد لكن ناسين يمحون المشهد الرئيسي بصراحة. وأكو بيجات محصلة الحلقة من القناة نفسها بيها مشاهد غيرها.
فاني سوري على الإطالة. خلاصة الكلام، إن كنت صح أو كنت خطأ، إن كنت صح أو كنت خطأ، الاعتذار شجاعة. أني أعتذر من كل شخص حس أنه إيدي من تمسك سلاح يكون شيء غلط. فأنا أسامح كل إنسان شتمني وتعرضت إلى شتائم جارحة، أنا أعذره، لأن أكيد هو ما يعرفني ولا يعرفه، لكن ما حب المنظر، ما حب يشوف على الفريداو بهذا الموقف. فأنا مسامحة وباري الذمة، وأرجو أن تسامحوني وتبرون الذمة، وإن شاء الله إذا هذا الغلط، إذا تشوفونه غلط إن شاء الله غلط ما يتكرر. وأنا من زمان يعني كنت حريص أنه ما أوقع بمثل هيك مطبات، لكن قدر الله وما شاء فعل. فأرجو أن تسامحوني واعذروني. أخوكم الصغير علي الفريداوي. طبعا هذا اعتذاري أوجهه لجميع ناسنا العراقيين من خلال البيجات اللي نشرت هذا الشيء، والبيجات حتى تثبت حسن نيته أنه هو نشرت، مو حتى تنشر الكراهية بين الناس الشخص ما، أنه تنشر اعتذاري حتى تثبت حسن نيته. تحياتي مرة ثانية أخوكم الصغير أو الأصغر من الصغير علي الفريداوي.